إذا للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي. أهلا بكم دكتور إلى استوديو الرافدين. أصدرتم بيانا تدينون فيه مصادرة أراضي محيط مطار بغداد، ما رمزية هذه الأراضي دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أولا هذه أراضي زراعية تعود لمواطنين عاشوا فيها يعني أجيالا بعد أجيال، وعملية المصادرة الهدف الأساسي منها في عملية تغيير ديموغرافي لهذه المناطق، حيث يشهد حزام بغداد عمليات متواصلة للتغيير الديموغرافي ليس من الآن، يعني منذ سنوات عديدة، وهناك تقارير كثيرة وشواهد كثيرة، حيث كثير من مناطق السور بغداد كالطارمية والمحمودية وأبو غريب وجرف الصغر والتاجي والدورة ودرع دجلة والإسفية وغيرها، كل هذه المناطق تعرضت إلى ذات المسلسل. المسلسل يبدأ باعتقالات عشوائية، ثم قتل، ثم حرق للمنازل، ثم تجريف للمزارع، ثم الاعتداء على النساء والأطفال ومحاربة الناس في أرزاقها. يعني كما تعلم الأراضي الزراعية التي جرفت سواء في الطارمية وفي أسوار بغداد كثيرة لا تعد ولا تحصى. إذن هذه هي جزء من منظومة التغيير الديموغرافي. المشكلة كبيرة أخي، يعني التقارير الدولية تشير يعني إلى أنه 80% من المعتقلين يعني هم من مناطق حزام بغداد، بمعنى عملية إفراغ حزام بغداد أو يجب أن يكون من أجل عملية التغيير الديموغرافي لهذه المناطق. نعم. يعني هذه الأرقام ليست من عندي، يعني هذا الأرقام هي تقارير منظمة العفو الدولية اللي صدر عام 2018، هو يشير إلى حجم الاعتقالات التعسفية والعشوائية التي يتطال حزام بغداد. نعم. بالإضافة إلى ذلك أخي الكريم، نعم تفضل أخي الكريم، هناك إحصائيات تشير إلى 50% من سكان حزام بغداد تم تهجيرهم قسرا خلال السنوات الماضية، يعني عملية إفراغ تام لهذه المناطق التي تحيط بمدينة بغداد. إذن هل عبد المهدي يتابع المهمة التي بدأ بها أسلافه في الحكومات المتعاقبة؟ بالتأكيد أخي، يعني عبد المهدي والذين سبقوه كلهم يعني يخضعون لبرنامج واحد ولتوجيه واحد، هي يعني وهذا جزء من منظومة الاحتلال. الاحتلال وظيفته أن يمزق النسيج الاجتماعي للعراقيين جميعا، وإلا ماذا نسمي هذه الاعتقالات التعسفية والقتل والتهجير والتجريف وغيرها والتغيير الديموغرافي؟ يعني مدينة جرف الصغر كما ذكرتم في تقريركم الآن، إيران هي التي تمنع عودة أهالي جرف الصغر، علما أن أهالي جرف الصغر يعني سكانهم يربوا على 100,000 نسمة. هؤلاء لا زالوا مهجرين في الخيام، يعني ولا مأوى لهم، ولم تقدم لهم الحكومة أي نوع من المساعدة الإنسانية، لا طعام ولا غذاء ولا مأوى يليق بإنسان. نعم. ما الدوافع لعمليات التغيير الديموغرافي في هذه المناطق؟ هل هي دوافع طائفية أم دوافع لأهداف سياسية معينة في مناطق حزام بغداد وبغداد؟ لا بالتأكيد أخي، دوافع طائفية معروفة، بدليل أن هذه الميليشيات عندما تأتي إلى الطارمية وإلى هذه المناطق يعني تحمل هتافات طائفية وسب وقذع وشتم لرموز مكونات أهل هذه المناطق، وإلا ماذا نسمي هذه التجوال وهذه الهجمة الكبيرة؟ المساجد، عدد المساجد التي اعتدي عليها في هذا الحزام ما يقرب على أكثر من 280 مسجد، حرق وتفجير وهدم وغيرها وغيرها. إذن هي تحمل الصبغة الطائفية، وهؤلاء هم يشجعون هذا من أجل أن يفتت النسيج المجتمع العراقي. نعم. من المستفيد من هذه السياسة الطائفية التي يطبقها ربما شركاء العملية السياسية والميليشيات؟ المستفيد الأول هو الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، فهؤلاء لا يريدون عراقا موحدا، هم يريدون أن يرسموا خارطة كما يسمونها خارطة الدم، أي أنه جعل صراعات كبيرة تنشأ على أساس طائفي، من ما يجعل كل مكون يريد أن ينأى بنفسه ويقول لك ليذهب للعراق ولأحظى بمدينة أأمن فيها على نفسي. فبالتالي إلجاء هؤلاء المواطنين لكي يرضوا بأن يقسم العراق إلى كانتونات طائفية وعرقية. نعم الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.